طيب مولتو عملت لنا طعمين جداد، ودول يعتبر مهرجان الالوان، يعني الافتكاسه كلها نازله لنا، بكرواسون بميكس التوت وكرواسون بالفراوله والتشيز كيك. يا ترى الافتكاسه دي فعلا جامده جدا زي ما هما بيقولوا، هنشوف الوان وحاجات جامده جدا والطعم هيشدنا، ولا هيكون زي اي كرواسون تقليد لحاجات تانية شفناها قبل كده؟ طبعا دومتي من الحاجات المصريه نسبه 100%، يعني محدش هيشكك فيها لانها شركه مصريه ومعروفه جدا ان هي مصريه ومحدش يقدر يختلف عليها. ويلا بينا نبتدي الاول بكرواسو بميكس التوت، ومفروض زي ما انتم شايفين كده الشكل عامل لنا الوان جامده جدا، والتصميم بصراحه عالمي، يعني انا بجد التصميم المره دي احييهم عليه. نفتحه الاول ونشوف من جوه هل هنشوف اللون ده ولا لا ولا اي حاجه. حشو توت عادي جدا، بس المهم عندنا برضو الطعم، يعني الشكل غير اللي حاطينه خالص على الغلاف. ندوق الطعم. طعم مربى التوت مش شايف افتكاسه قويه قوي او حاجه جديده مقدمينها لنا فيه. نفتح تاني واحد معانا اللي هو كرواسون بالفراوله والتشيز كيك. ثانيه نحط دي عشان نعرف نفتح ده مع بعض. ونفتحه المفروض شكله يكون كده. نفتح من النص عادي جدا، يعني شكل مربى الفراوله العاديه جدا. ندوق الطعم. بصوا مش شايف في ده اختلاف خالص، ممكن شبه مولتو تشيز كيك، بس دومت بيتميز عن مولتو في حاجه من اللي انا واخد بالي منه، ان مولتو دايما تحس ان الحاجه ناشفه كده ومش طازه قوي او كانها مركونه كتير، انا المفروض تاريخ الصلاحيه كبير يعني، لكن في دومتي الحاجه فريش قوي، يعني بصوا تحس ان الحاجه فعلا فريش كانها لسه طالعه امبارح او لسه من شويه وخدتها علشان ادوقها. بصوا مش شايف الواو قوي ولا في لون ولا في طعم، بس تجربه حلوه والغلاف تحفه جدا وتصميم عالي جدا. يا ريت كلنا نجربه ونقول راينا فيه، دي وجهه نظري اللي انا قلتها لكم، لكن كل واحد ليه وجهه نظره، واستنونا تجربه جديده من قناه دوس ودوس. سلام.